دكتور، باعتبار أنت مشغول بجماليات المكان، بالنسبة للتناسب، إذا شفنا مشهد التشكيل العراقي راح نشوف أنه فناني بابل يشكلون ظاهرة كبيرة بها، رغم أن المدينة جغرافيا صغيرة وأيضا قريبة من بغداد، يعني قد تبتلع ثقافيا من بغداد. هنا هل المدن يعني تطبخ أفرادها وتسويهم فنانين، أم أنه أكو سياقات ثانية؟ يعني ليش مثلا من أباوع، بعيدا عن ذكر مدينة أخرى، ما أريد أقارنها بمدينة أخرى، لكن أشوف مكة عمران وأشوف الفهميين وأشوف فاخر وأشوف عاصم وأشوف مؤيد محسن وأشوف شبر، كثيرون، محمود شبر وعلي شاكر نعمة ووالدهم رحمه الله، فأنتم هواي زين، شنو السبب؟ وأنت ذكرت قضية مهمة جدا، أنه أكو سياق ثقافي يحكم السياق الثقافي الآني، لو التراكم، سياق ثقافي متراكم. أنت تمتلك جذور تاريخية تمتد أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد. طيب، هذا حاضنة، هذا حاضنة أولى، يعني قربك للآثار باستمرار، وجودك مع الآثار باستمرار يحفز عندك هذا الجانب. هذا واحد. اثنين، البنية الثقافية اللي موجودة زائدا يعني مقترنة بالبنية اليسارية أيضا، وأيضا بالبنية الأخرى المجاورة السياسية، وكان هذا الاحتدام الثقافي اللي موجود. كثرة خريجي بابل، يعني بابل تعتبر من المحافظات اللي تمتلك عدد كبير جدا من درجات البكالوريوس منذ الستينيات. يعني أنت ذا عندك طه باقر وأحمد سوسة مثلا، وعلي جواد الطاهر، يعني هذه القامات الكبيرة. يعني أنت مثلا عبد الرزاق عبد الواحد يجي يدرس عندك في في, في 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 ثانوية مثلا. هذا الكم المتراكم من الوعي ومن الثقافة، وجود أيضا قامات أدبية مهمة ساهمت في رفض الحركة الثقافية الإبداعية بكل مستوياتها. لكن بابل اللي وحدها ما صارت مركز، كانت دوما تحتاج إلى بغداد. بغداد تبقى مركز، تبقى السنتر، تبقى العاصمة. هاي مشكلتنا احنا، عوالمنا احنا، مشكلة يعني العوالم الشرقية، انه المركز هو انت تلحق به في كل شيء. يعني انت تبتعد عن بغداد، انا متحدثها من زمان، تبتعد الشبر تنسي خطوة، تبتعد خطوة عن بغداد تنسي امتار. رحت لبغداد طالبا. نعم، طالب في كلية الفنون الجميلة، ودخلت في يعني حدود 78 دخلت. واحدة من الأفكار اللي اجت في ذهني البارحة من أقرأ السيفي مال حضرتك، أنت بس جواد سليم يمكن ما درسك من الكبار. جواد سليم يتوفى. توفى في ميلادي. زين، خلينا نقول حافظ الدروبي، فايق حسن. نعم، وحافظ الدروبي، يعني كاظم حيدر كان موجود، محمد غني موجود، اسماعيل فتاح الترك موجود ايضا. جميل. استاذنا سعد شاكر درسني خزف، غالب ناهي درسني كرافيك، محمود شو اسمه، العفو، محمد صبري، لا خالد الجادر كان ايضا موجود. يعني بالفترات اللي كان يعني لحقنا عليه الكثير من الاساتذه، دكتور ماهود احمد، غازي السعودي، كلهم الاساتذه الكبار يعني.